بعد تجميد نشاطه طيلة فترة المسيرات وتأجيل جلسات أسئلة شفوية، البرلمان يستعيد نشاطه بجلسة علنية حضرها 6 وزراء في الحكومة، لكن هكذا بدت الجلسة من الداخل، القاعة شبه فارغة وأغلب الكراسي شاغرة. جلسة اليوم سبقها حراك من نوع آخر داخل قبة المجلس، رؤساء لجان ونواب الرئيس محسوبون عن الأفلان يدعون بوشارب للانسحاب حفاظا على تماسك الحزب، دعوة جسدت باحتجاج النائب عقيل ربحي التي رفضت طرح سؤالها تضامنا مع المسيرات. حضرت باش نعلن عن عدم طرحي للسؤال كلفتة يعني تضامن مع الحراك، لست أريد أن ركوب الموجة، أنا لا أحتاج لأن أركب الموجة، ولكن الإنسان يجب أن يحكم عقله. رغم مطالب الرحيل التي طالت بوشارب من الحراك ومن رفقائه في النضال الحزبي، إلا أن بعض النواب ممن حضروا الجلسة لديهم رأي آخر. الجلسة سرت يعني بشكل عادي لكل الإخوة اللي كانوا مبرمجين في الأسئلة الإجابات على أسئلتهم. أما بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بعض الإخوة الذين احنا تفاجأنا، احنا بالأمس كنا في بيوتنا حتى نشوف يعني في الشريط العاجل يعني بعض الأشخاص يتكلمون باسم النواب، وهذا يعني أنا نظن يعني عيب يعني للأسف، يعني في الأصل الإنسان يتكلم بقناعته كشخص. أنا حضوري اليوم ما عنديش سؤال شفوي، لكن حضرت باش نبين للمجموعة اللي تقول أننا نقاطعوا الجلسات، أنا ما نقطعش الجلسات، لأن النواب اللي يدعوا الآن اللي مقاطع الجلسات هم كانوا أطراف في صراعات سابقة اللي أدت بالحزب إلى هذه النتائج. الانتقادات التي طالت بوشارب هي نفسها الموجهة للحكومة الحالية، إلا أن وزراء لم يمتنعوا عن الظهور وتقديم أجوبتهم لأسئلة النواب، حجتهم في ذلك ممارسة مهامهم الدستورية. نحن ضد الحراك ونحن ضد الشعب الجزائري، نحن في إطار ممارسة مهمة والشعب له الحق في أن يقول ما يشاء. بين المقاطعة ودعوات الاستقالة يأبى بوشارب التخلي عن مهامه، بل ها هو ينظم نشاطين في يومين متتاليين، فهل سيصمد بوشارب أمام حراك البرلمان